يعطيكم العافية. اليوم راح نحكي عن نكمل سوري عن quantitative research design mostly أو specifically راح نحكي عن experimental study. هلا بدنا نحكي عن experimental studies. طبعا experimental studies في عنا كريتيريا معينة elements معينين بناء عليهم لنحكي انه عندنا هاي الدراسة هي experimental study. حتى ال experimental study اللي شيء بيفرقها عن ال اذا متذكرين حكينا في عندنا main types ال observational studies وعندنا ال experimental studies او ال intervention studies اللي هي وقت انه هون في عندنا intervention to apply. Depending على other criteria بيكون برضو الاكسبيرمنتال ستدي مقسم لسب تايبس رح نحكي فيهم. هلا اول شيء individual are randomly allocated to at least two groups so randomly so واحدة من المين بوينتس تو هاف اكسبيرمنتال ستدي انه في عندك شو يكون randomization. والrandomization انا حكيت لكم يا تيجي على two types يا randomization يا في شيء اسمه random assignment. I think اني شرحت لكم قبل الفرق بينهم. طبعا one group is subject to an intervention يعني already لازم يكون عندك two groups, group نحط عليها intervention وجروب الثاني ما بنعمل عليها ولا شيء اللي هاي بنسميها الكنترول. اوكي وبناء عليها بنقيس الدفرنت between them. هلا the outcome of the intervention اللي هو effect of intervention on the dependent variable او problem is obtained by comparing between أو comparing the two groups وإنه نطلع difference between هذا الجروب نشوف إذا intervention بعدين هذا difference هو من ناحية positive negative بناء على نشوف أو ما في sometimes so نشوف في intervention effective ناحية negative positive أو أصلا not effective يعني ولا عملت إشي لا إيجابي ولا سلبي. So أول شيء the three elements to have experiment study لازم يكون عندنا شيء اسمه manipulation اللي هي الانترفنشن وهاي المانيبيليشن اوف ذا اندبندنت فاريبل اوريدي الاندبندنت فاريبل هو اللي احنا بنتحكم فيه وبنعمل المانيبيليشن وبنشوف تاثيره على وات على الديبندنت فاريبل. في عندنا شيء اسمه الكنترول يعني لازم يكون في عندنا شيء اسمه كنترول جروب. هلا احكي لكم شغله sometimes الكنترول جروب لازم يكون يعني عندنا يعني تو جروبس اوكي بس ان سم سيتويشنز ما بنقدر نجيب جروب ثاني فبنستخدم نفس الجروب هي الاكسبيريمنتال وهي الكنترول جروب عن طريق مثلا انه اول اشي بناخذ نفس الجروب بنقيس قبل ما يصير اي تشين بنقيس اللي عندهم بعدين بنعمل انترفينشن بنرد نقيس فهيك يعني هي بتكون مش مشتغله شغل يعني مشتغله شغل كنترول والاكسبيرمنتال او الانترفينشن جروب. فبس الاحسن يكون عندي اذر جروب ثاني لانه يعني اكيد في منكم ممكن يفكر هذا الشيء انه طب ما قدرت اجيب جروب ثاني شو ممكن في عندي اذر سوليوشن هذا السوليوشن الثاني. والراندومايزيشن راندومايزيشن يعني كل حدا يعني تنطبق عليه كريتيريا اللي انت حاطها ليكون بارتيسيبنت بيور ستدي هاف ذا رايت تو بي ان يور ستدي. هلا سم تايمز انا ما بقدر اعمل راندومايزيشن يعني مثلا عندي بالاردن طلاب البارامديك طلاب بالتكنو بالأكاديمية وبالكليات العسكرية هذول لازم مثلا يكونوا كلهم بدراستك بس أنا مش قادر أروح أحط طلاب بالتكنو شو بعمل؟ بعدم إشي اسمه random assignment. أوكي بختار طلاب الأكاديمية بس اللي اختار طلاب الأكاديمية اللي اخترتهم إن أنا يعني لما أوزعهم على two groups شو بعمل؟ يا بجيب برنامج يا بجيب هاي بحط كل أسمائهم جوا طائية أو جوا وعاء أو whatever بصير شو أو الأول اسم بيروح على هاي الجروب الانترفينشن تاني اسم بيروح وهكذا. هي طبعا أكثر من وين رح نحكي لكم عنها. سو هيك أنا عملت إشي اسمه random assignment هيك إنه ضمنت إني أنا قاعد عم بعمل إنه أو عم بحقق شروط الـ three elements فيها. هلا إذا ما قدرت أضمن randomization أقلها بيصير نوع عندي other types رح نحكي زي اسمه quasi experimental وهلا رح نحكي عن هاي الأمور كلها لقدام. So again, ليكون عندك experimental study لازم يكون عندك هاي الـ three elements manipulation, control, randomization وافهم كل واحدة فيهم كتير منيح. طبعا بدنا نكمل هلا على الـ experimental studies.
An experimental study in which subjects are allocated to groups which do or do not receive intervention. So احنا حكينا المين كونسبتس انه يكون في عندنا تو جروبس، جروب بيصير عليها الانترفنشن وبيكون في عندنا جروب بيصير عليها الانترفنشن، سوري جروب بيصير عليها انترفنشن وجروب بتكون as control وما بيكون عليها ولا إشي. So اللي هي no intervention أو control group بتكون mostly ما بيصير عليها any change and treat with anything. طبعا هاي الأمور فيها بتدخل بالذات control group بيصير فيها كتير شغلات من ناحية ethical consideration. Okay. من ناحية ethical consideration بيصير sometimes الجروب اللي عملنا عليها بدنا نشوف تأثير مثلا دواء معين، بنعطي الكنترول الانترفينشن جروب الدواء المعين، اما الكنترول جروب بعطوها سمتايم شغله بسموها البلاسيبو. اوكي سو هو اوريدي يعني زي ممكن زي حبه كبسوله دواء، مش دواء سوري حلو اي شيء بعطوهم اياه على اساس انه دواء بس عشان ما يحسوا انه هم يعني ظلموا انه هذولك استفادوا هذول ما استفادوا. sometimes انه اللي بيصير انه بالذات لما يكون في علاج على دواء معين وكتير كريتيكال لفئة معينة في اشي اسمه delay treatment، يعني بعد ما تنتهي او الويت ليست treatment بعد ما تنتهي الدراسة بيروحوا يعطوهم نفس الدواء بعد ما يشوفوا انه تأثيره منيح، هاي بسموها delay treatment. وهي تاني خيار. وثالث خيار sometimes اللي هو الانترف تريتمنت، اوكي اللي هو خيار بديل غير او شيء غير اللي عملوه ل ل لجماعه الانترفنشن. طبعا هذا برضو له سم سيكونس يعني واعتبارات معينه. والمهم دائما بالذات هذول الكنترول انه بالذات إذا كانت في هم في تقديم خدمة علاجية معينة زي الهوسبيتالز إنه في الكنترول جروب نخليهم زي ما هم على المعتادين عليه اللي هو اليوجوال كير إحنا بنسميها. اليوجوال كير مثال عليه، في لي صديقة عملت دراسة لإلها على تأثير هيربال أويل دواء يعني زيت معين على تأثيره على الدايبر راش عند الأطفال. فشو عملت؟ جابت جروبين، جروب طبقت عليه هذا الزيت وجروب ما طبقت عليه. اللي ما طبقت عليه مش انه حرمتهم انهم ما ياخدوا علاج، لا، نفس اللي بيعالجوهم اياه في المراكز الدواء اللي بيعطوهم اياه اخدوا as standard اللي هو usual care فيه. So هاي الاعتبارات الخاصة في control group. So again نرجع على الاساس انه احنا عنا two groups، واحدة intervention واحدة control. طبعا هذا الاكسبيرمنتال ستدي هو يعتبر دائما الجولد ستاندرد ديزاين، هو البيست والابروبريت والافضل انه ينعمل. لا بسبب انه يعتبر ذا سترونجست. اذا متذكرين لما كنا نشرح عن الكنترول بالريسيرش، كل ما عملنا كنترول كل ما كان او كل ما سيطرنا على المتعامل الخارجيه كل ما كان افضل، وهذا كان موستلي من نلاحظه كان بالاكسبيرمنتال ستديز. So it's preferred وهي mostly accurate ومostly إنه ينعملها generalization بأكتر. Control group can be given placebo or standard treatment، وهي شرحناها depending على كتير situation، depending يعني حسب الدراسة و what you able to do without affecting your results. Okay. طيب هلا ال experimental research هو بينقسم ل three types. Okay. شيء اسمه true experimental design أو studies، quasi experimental design وال pre experimental design. كل واحدة فيهم رح نحكي شو بتفرق عن التانية. هلا اللي هم بيفرقوا عن بعض بوجود ال three elements اللي شرحناهم قبل شوي، فهي بتفرق متى اسمه true ومتى اسمه quasi ومتى اسمه pre experimental. هلا هون لاحظوا هذا الالجوريثم، depending على هذا الالجوريثم بي شو بنعمل، بنصنف ال او نشوف شو التايب الابروبريت لنا. اوكي سو اول شيء از ذير ان انترفينشن، فيس احنا هون عندنا انترفينشن. سو نوع الدراسه رح تكون وات اكسبيرمنتال ستدي، اذا نوع الدراسه وات نون اكسبيرمنتال ريسيرش، وهي درسناها وخلصنا الاوبزرفيشنال. سو هو يس في عندنا انترفينشن.
سو هلا بدنا نسأل is there random assignment to treatment groups؟ إذا قلنا yes إذا هون عندنا experimental research، إذا no هون بنقسم يعني experimental اللي هو true experimental. okay so إذا yes بيكون عندنا نوع الدراسة أو الاستاذ اسمها true experimental research، إذا no are there efforts to compensate for the lack of random assignment؟ إذا كان في yes بنحطها شو يعني، يعني في جهود already بتنعمل كان حتى وجود زي control group أو الجروب اللي هي بنعمل عليها الكنترول وكذا. so إذا yes أو الأفرت موجودة نغطي ونقص هذا الليك للراندوم assignment، إذا yes بيكون quasi experimental research، وإذا no هو يعتبر pre experimental research. طبعا بدنا نبدأ أول شيء بال true experimental design. okay هلا studies in which the researcher has a great deal of control over the research situation هو هاي تعتبر true experimental design. the true experimental design مفروض إنها في three elements موجودة في عندها، هي randomization اللي هي الراندوم assignment ال R، طبعا احنا بنختصمها randomization ب R. اوكي هي لاحظوا R يكون الثاني شغل يكون عندها الانترفينشن او المانيبيليشن اللي هي بنختصرها في X او الرمز تبعها X، سو هو الاكسبيرمنتال تريتمنت والانترفينشن، واخر شيء يكون عندنا الكنترول. اوكي اللي هي بناء عليها رح يصير المقارنه فيها. So في عنا شيء اسمه observation or measurement of dependent variables اللي هي O هون كسامبل بنختصرها. So the true experimental design بيكون موجود فيها three elements شرحناهم، لهيك بيعتبروا هي طبعا هي one of the best studies ever طبعا. وإذا متذكرين لما كنا نشرح على control research إنه وهي أقل إشي في عندها ممكن يكون في عندي threat من ناحية internal validity. ليه؟ لأنها إحنا هلا هون ضامنين، دائما كنتوا تلاحظوا دائما مثلا لما احكي شو السوليوشن للانترنال للثريت الموجود دائما انه randomization randomization randomization. سو اوريدي هاي وحده من الكومباين الاساسيين لهم وات randomization، سو اكيد هي اكثر وحده ممكن يكون فيها بريتش من ناحيه الانترنال فاليديتي او يكون في ثريت للانترنال فاليديتي. وكتذكير الانترنال فاليديتي هي the degree to which change independent variable effect can be attributed to the independent variable cause. So هاي الأمور هاي المين بوينتس اللي بدي اياكم تحفظوهم. So again في عنا لترو experimental design في عنا 3 كريتيريا. أول شيء researcher has manipulation للexperimental variables، هو عنا هنا experimental treatment أو intervention. شغلتين الثانية at least في عنا one experimental group and one comparison أو control group. الشغلة الثانية إنه subject يا صار في randomization أو subject a random assignment either سواء للexperimental أو للcomparison أو control group. so هدول كتير مهم يكونوا موجودين ليكون عندنا شيء اسمه true experimental designs، وهذا consider one of the best studies ever never blah 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 كل هذا. طبعاً the true experimental design also في منه sub designs اللي هو the pre-test, post-test control group, post-test only control group with minimum four groups. okay so لاحظوا كل واحد تحتيه زي رسمة. okay so من كلمة pre-test يعني ما قبل، post-test ما بعد، control group وجود control group، وهذا already هو true experimental design. فلاحظوا ال R حكينا وات إنه في randomization، إذا هذا في three elements تبعات الراندوم ال experimental design، في randomization في عنا control group وفي عنا وات ال manipulation okay اللي هي intervention. so أول شيء شو عملنا already إحنا اخترنا الجروب، اخترنا الناس أو ال participants المشاركين وقسمناهم على two groups، وعنا هاي هون experimental group وفي عنا comparison group. طبعا وفي عنا X experimental group نعمل عليها X اللي هي في intervention اتدخلت. بس شو عملوا هلا؟ عملوا شيء اسمه pre-test وبعدين عملوا شيء اسمه post-test، يعني قبل ما يعملوا intervention او المداخل بدي يعملوهم او اي اشي هو عملوا زي فحص ما قبل المداخل ما قبل المداخلة. هلا هذا ال pre-test عادة بنعمل زي ويلة checking whether انه random assignments كان good ولا لا،
طبعا هذا بينعمل prior to experimental manipulation. ليه؟ عشان نضمن انه احنا الجروبين التنتين هم تقريبا the same بالبيسلاين، ما في اي different بينهم. والشغلة الثانية لنعرف شو اصلا هلا البيسلاين لإلهم، بناء على نشوف صار في تغيير بالاكسبيرمنتال جروب ولا لا. سو اول اشي الاو، هاي لاحظوا او 1 فوق و او 1 تحت، اوكي. او 1 او 1 هذا المقصود فيها الاوبزرفيشن اللي هو البري تيست، عملوا اول اشي زي كيف مثال احكي لكم اياه. جابوا ناس بدهم، في ناس بدهم يطبقوا عليهم برنامج رياضي وناس ثانيين ما رح يطبقوا عليهم، فجابوا جروب حطوا اكسبيرمنتال جروب وكمبارزن جروب، طبعا كانوا عاملينهم راندومايزيشن او راندوم اساينمنت لكل جروب. اول اشي اخذ وزن كل الناس الموجودين في الجروبين، فهذا شو اسمه؟ البري تيست. بعدين جابوا الاكسبيرمنتال جروب وطبقوا عليها البرنامج الرياضي او الصحي المعين. بعد ما خلصوا هذا تطبيق هذا البرنامج، ردوا اخذوا هلا وزنهم كمان مره اللي هو او 2، فردوا اخذوا كمان مره الاو 2 للاكسبيرمنتال جروب وللكمبريزن جروب، فهذا بسموه البري تيست بوست تيست كنترول جروب. هلا في عنا الثاني ديزاين هو فقط شو؟ البوست اونلي كنترول جروب. هذا لاحظوا نفس الشيء، في 3 اليمنتس، بس شو اللي صار؟ في عنا فقط بوست تيست اونلي، ما في عنا هلا انه ناخذ ما قبل الفحص زي تيست او نشيك او كذا. ليه؟ لانه ذاكرين لما شرحنا على الكنترول للريسيرش سم تايمز انه التيست اللي هو اللي بينعمل بيكون واحده من الامور ممكن تاثر على دراستي، بالذات لما بدي اشوف على ليفل نولج لشيء معين. زي ما انا قلت لكم عملت في دراستي، انا جبت برنامج طب قسمتهم لجروبين، عملت مداخلة عملت لناس هذا البرنامج اعطيتهم اياه، وجروب الثاني ما اعطيتهم البرنامج، بعدين اعطيتهم امتحان وقست معرفتهم. هلا انا ليش ما عملت انه البري تيست؟ خفت اذا اعطيتهم اياه قبل البرنامج يحفظوا الاسئله ويتذكروا بس الاشياء الخاصه في الاسئله، بعدين يردوا يجاوبوها، فانه يجاوبوا صح لانهم حافظين الاسئله او حفظوا اجاباتهم اللي قبل بناء عليها جاوبوا. فيعني وقتها هون ما بعرف اذا كان البرنامج منيح ولا لا. سو هون عملنا البوست تيست اونلي كنترول جروب. واخر جروب هو السلمون فور جروبس، هذا عشان اي شك سواء بالتست او بالديزاين الاول او اي ديزاين الثاني، بعمل هون شو؟ نفس الاشي زي بخلط بينهم، يعني بس شو بيعمل؟ بجيب 4 جروبات مش جروبين، يعني جروب اللي هم جروبين بيكون على البري تيست بوست تيست كنترول جروب، وجروبين على البوست تيست اونلي كنترول جروب. فيعني هذا كونسيدر ون اوف ذا بيست جنرال. بدنا نحكي بنبدا فيهم في التفاصيل واوريدي يعني انا شارحهم. البري تيست بوست كنترول جروب ديزاين هو طبعا واحد يعني كاركتراي موست فريكوينتلي يوز بالاكسبيرمنتال ديزاين، بيعمل كنترول على الاول ثريتس بالانترنال فاليديتي، بالذات انه في عندنا راندوم اساينمنتس. الشيء الوحيد از ديس ادفانتج ممكن ياثر على الاكسترنال فاليديتي هو وات؟ الايفكت او الرياكشن على البري تيست. اوكي، هلا الريزلت موستلي كان بي جنرالايز اونلي تو ذا سيتويشن وذ بري تيست ادمنستريشن بيفور تريتمنت. مثال: suppose we are investigating the effect of physical exercise أو exertion sorry physical exertion on mood in healthy young adults. أو المثال اللي أوردي حكيت لكم إياه قبل. so زي ما لاحظنا إنه أوردي في بيكون عندنا pre-test لجروب بين، بعديها جروب بنعمل له intervention، بعدين بردنا نعمل post-test، وبقتيها نعمل comparative between the difference شوف إذا كان effective ولا لا. طبعا البوست تيست اونلي كنترول اوريدي الفيتشرز زي ما انتم ملاحظين، ويعتبر ايزير اند سوبيريور تو بريست بوست تيست ديزاين، بيشبهه اوريدي. راندوم اساينمنت بيكون جروب راندوم اساينمنت اوف سبجكت انتو جروب ان ذا بوست تيست اونلي جروب انشور كواليتي انه الايكواليتي سوري. لهيك احنا بنعمل الراندومايزيشن نضمن انه يعني هي الشغل الوحيد اللي نضمن انه في عندنا ايكوال رح تكون في الجروبس، لانه عاده احنا حكينا البري تيست شو بنعمل؟ برضه بنعمل عشان تشيك اب انه ما في ديفرنت بين التو جروب سواء الاكسبيرمنتال او الكنترول، ونعرف اول البيز لاينز. هون يعني ما في اي طريقه نعرف الا انك تضمن عن طريق الراندوم اساينمنتس فيها. الحلو بالبوست تيست هون الريسيرشر ما راح يكون قلقان من الرياكتيف افكت للبري تيست، اوكي، على نتائج البوست تيست.
So عادة ال generalizability لل results will be more extent أكتر. وهنا ال preferred إنه دائما نستخدم large sample size عشان نضمن ال effectiveness لل random assignment اللي صار. بهاي الطريقة نضمن ال equality لل groups، بهاي الطريقة نضمن إنه our results إنه بتكون accurate والdifferent بالفعل كان موجود أو مش موجود، أو يعني أو فعالية الـ intervention اللي انعملت. So preferred إنه نستخدمه لما يكون not possible to administrate للـ pre-test، أو إنه عارفين إنه الـ pre-test ممكن يأثر على our results general يكون فيه bias. هلا نحكي عن السالمون فور جروب ديزاين. هو عبارة عن ديزاين، طبعا هو يعتبر most powerful experimental design لانه بيعمل مينيمايز سواء كان للانترنال او للاكسترنال فاليديتي. اوكي، سو هو بيعمل كنترول لكل الثريتس اللي ممكن يتعرض لها الديزاينات اللي قبل. والشغله الثانيه هلا اكيد السبجكت ار راندوم اساين تو 1 اوف 4 لجروبس، تو اكسبيريمنتال، تو كومباريزن جروبس. في جروبز بنعمل معها بري تيست وفي جروب لا. هلا الديس ادفانتج لإله هو فقط شو؟ انه ريكوير لارج سامبل، اكيد نعينة كتير مرتبة، كومبليكيتد بالاناليسز، عملية تحليله شوي صعبة فبدها واحد جود بالستاتيكس. واني ديفرنت بتوين اكسبيرمنتال اند كومباريزن جروب كان بي مور كونفيدنت اسوشيتد وذ اكسبيرمنتال تريتمنت. هون بنعمل ترولي ديديكت اذا كان في عنا الانترفنشن كانت افكتيف اور نوت فيه. سو زي ما انتم ملاحظين هنا في عنا اربع جروبس، في عنا تنتين اكسبيرمنتال تنتين كنترول. الاكسبيرمنتال واحدة نعملها بري تيست واحدة ما نعمل لها، والكنترول واحدة نعمل لها بري تيست والتانية ما نعملها زي ما انتم ملاحظين. هنا انا اجين بضمن انه انا عم بعمل كنترول على كل العوامل بالذات، وقت اني اشوف بالفعل انه كان لي بري تيست ممكن اثر على ماي ريزلتس اور نوت. So هاي واحدة يعني again واحدة من ال most good أو powerful designs in general. هلا بدنا نحكي عن experimental study generally. هلا ك advantage هو randomization، بيعمل distribute لل confounders equally، لل confounders equally between the groups compare for the outcome. So no yeah في شغلة randomization هون بضمن في equally ب two groups سواء كانت control أو experimental. provide evidence for cause effect relationship. okay allows standardization for of eligibility لل criteria لل treatment وال outcome assessment. allow use for statistical allow use of statistical test with a few inbuilt assumption. يعني again التستات اللي بنستخدمه سواء statistically هي أسهل ومور accurate وكان بي generalized. الشغلة الثانية already في easily عملية الكريتيريا لإله الـ eligible والـ inclusion سواء والـ exclusion كريتيريا من ناحية كتير شغلات. وأهم إشي إنه بنضمن هون في عنا randomization، رح يكون في عنا equally بالجروبز الموجودة بعملية توزيع إنه رح يكون في ما فيها أي بايز جنرال. So disadvantage بتكون في عنا expensive in term of time personal resources ethical issues بتكون بسبب some certain intervention أو الظروف المحيطة، بالذات intervention لما تكون في زي intervention كدواء تقديم دواء جديد فهذا بيكون في ريسك فممكن يعمل ethical issues. may be unsuitable because of problem of likely cooperation of or rarity of the outcome. so depending ممكن صعب ان نعمل experimental studies لانه الظروف تمنع وما في facility بعملية البروسيس رح تكون للديزاين رح يكون في موانع لإلها. tend to induce artificial situation because of طبعا
إذا متذكرين حكينا بالذات الاكسبيرمنتال ستديز موستلي هي بتضن بكنترول انفايرومنت، ولهيك دائما اغلب الدراسات التجريبيه وين بتكون في لابس وانت كنترول ايفريثينج، يعني هي بيئه مصنعه. So again tends to induce artificial situation because of voluntarism. Okay, أول شيء إنه في كيف عملية randomization to be involved in our study. شغل تاني strict eligibility criteria، يعني كتير هو restricted بعملية كيف apply the intervention. وحتى في pick للparticipants في criteria معينة. Highly standardized intervention that may be different from occurred in common practice. So لهيك في بيكون عندنا different between efficiency and effectiveness. مقصود فيها هل efficiency هي اللي بتكون إنه لما يصير apply or perform the intervention في مكان already control يعتبر ideal ما في any confined variables. بيكون different لما يكون أو control يعني deeply different لما يكون effectiveness إنه نعمل نفس التجربة في بيئة زي ما بنحكي بالreal world. okay so أكيد هاي واحدة من disadvantage للexperimental، لأنه already أنت لما تطبع بالexperimental كل شيء بدك تكون ضامنه ومسيطر عليه. الهوثرون effect اللي هو already إنه التأثير إنه الparticipant لأنه هو عارف إنه being observed فممكن يعمل change للbehavior بالذات حتى لو كان يعني بالذات مع وجود الانترفينشن. سو ممكن احنا ما بنعرف which one كان الاحسن، هو as انه كفائدة الانترفينشن نفسها ولا لانه هو عمل change للبيهيفير. وطبعا هي اكيد موصل يعني هي قد ما عملت good control او كنت يعني كتير liner و step by step in your applying لل research process كان ما انه تفادينا هاي الديسادفانتج. طبعا خلصنا عن الترو اكسبيرمنتال ستاديز، هلا رح نحكي عن كوازاي اكسبيرمنتال ستاديز. سو اذا بنضحني متذكرين الالجوريثم متى تعتبر هي كوازاي اكسبيرمنتال ستاديز؟ لما يكون عندنا ميسنج وان اليمنت اللي هو وات، سواء كان عندنا ميسنج للراندومايزيشن او ليكون في عندنا كنترول جروب. سو اذا في وحده فيهم هي ناقصه هنا وقت نعتبر نوع دراستنا هي نوعها quasi experimental studies. So any quasi experimental studies one character of a true experimental is missing either randomization or use of separate control group. Always include the manipulation of an independent variables which serves as intervention. يعني الكومباوند الأكيد اللي ما رح يتغير اللي هو what وجود intervention، بس بالصفي يا يفقد الراندومايزيشن يا يفقد وات الكنترول جروب. اما يفقد التنتين مع بعض يعني ما يضل الا انترفينشن، لا هذا بتغير بصير ديفرنت تايب من الديزاين. سو اولويز انكلود انبليشن حكيناها. ذا كوزاي اكسبيريمنتال ديزاين از ويكر بيكوز وذاوت راندومايزيشن هنا ات كانت بي اسيوم ذات ذا اكسبيريمنتال الكومبارزن جروب از ايكوالنت ات ذا اوتسيت. سو ليه فكرة الراندومايزيشن انهم نضمن انه او الراندوم اساينمنت انه راح تضمن انه شو في عنا ايكوال سواء بالكومباريزن او بالاكسبيرمنتال جروب، فالهاي ممكن سمتايمز يكون في ديفرنت فيهم. اوريدي حتى الراندومايزيشن بالذات ان حكينا بتقلل انه للانترنال فاليديتي. اوكي نفس الشيء الكوازاي اكسبيرمنتال ستاديز بتقسم لتو جروبز نون ايكوفالنت كنترول جروب ديزاين وتايم سيريس ديزاين. سو لاحظوا هنا ال R ما في عنا R صح؟ ليه؟ دلالة انه randomization مش موجودة. بس هنا لاحظوا non equivalent control design موجود عنا what؟ موجود عنا جروبين هنا جروب experimental و جروب comparison، وفي عنا شو؟ في pre-test وفي post-test. so هاي بنسميها design non equivalent control group design. الشيء الوحيد المسنج هو what؟ انه ما في عندي هون randomization. time series design هو وجود one group زي ما انتم ملاحظين. سو انه احنا هنا ما في عندنا randomization، ونفس اللي كان هو معتبرينه الكنترول هي نفس الجروب نفسها. اوكي تذكرين مرة قلت لكم sometimes in some sequence انه بيعتبروا نفس الجروب هي الكنترول، هنا نفس الشيء. سو هنا عندنا بس الميسنج هو randomization، فالكنترول جروب هي نفس الجروب هاي معتبرينها الكنترول. كيف نلاحظوا
O1 O2 O3 يعني عملوا على أكثر من مرة زي تتابع، يعني عملوا بري تيست أو مشاهدات على أكثر من مرة عشان يضمنوا إن ما في تشينج فيها، بعدين عملوا الانترفنشن، بعدين ردوا بعديها تابعوها أكثر من مرة إنه O4 O5 O6 فيها. هلا رح نحكي فيهم بالتفاصيل. أول سب كاتيجوري من كوازاي اكسبيرمنتال ستاديز اللي هي نون إكوفالنت كنترول جروب، هو طبعا نفس مبدأ البري بوست تيست كنترول ديزاين، بس هو ما في عنا هنا راندوم اساينمنت للسبجكت سواء على الاكسبيرمنتال او كومباريزن او الكنترول جروب. البروبلم هذا اوريدي اي منشند انه رح يكون في عنا ثريت للانترنال فاليديتي such as the history, testing, maturation, the instrumentation change. The biggest threat هو رح تكون عنا selection bias لأنه ما في عنا randomization. So again نرجع فيها. Now suppose we had been unable to collect baseline data. This design اللي هو إن إذا ما كان قادرين إنا نعمل pretest فهو بيسموه بتغير تسميته بصير non-equivalent control group after only. زي اللي هو بيشبه نفس اللي حكينا الـ post control group design. اوكي سو الفرق الوحيد ما بينه ال الديزاين اللي هو البري تيست بوست تيست او كان البوست تيست كنترول جروب هو عدم وجود شو راندومايزيشن او راندوم اساينمنت للجروبز. فا اوريدي هذا راح يعرضوا انه وجود عندنا شو ثريتس، وهي راح تكون نوع الثريت انترنال فاليديتي. النوع الثاني هو التايم سيريز ديزاين، هو ريسيرشر بطريقه يعني لفتره يعني متزامنه بيعمل اوبزرف للمجرمنت للسبجكت نفس الجروب، اللي بصير انه بياخذهم على اكثر من فتره، بعدين بيعمل الانترفنشن، بعدين برجع يعمل كمان اوبزرفيشن ومجرمنت لبعديها بفتره بتابعهم لفتره من الزمن. The inability to obtain meaningful control group، هو فعليا ما عندنا جروب تاني، so هو كونسيدر نفس الجروب هي الكنترول. Example assess pain level of a group people with low back itch over 3 weeks، يعني ضل يتابع مستوى الألم عندهم بالظهر لثلاث أسابيع، بعدين أعطاهم given specific exercise اللي هو الـ intervention to reduce the pain، بعدين رد يعمل مجر للـ pain level again لفترة. هلا الشيء الوحيد البروبلم ممكن خافه بهذا الديزاين يكون عندنا ثريت للفاليديتي هم الهيستوري والتستينج. هلا في عندنا البري اكسبيرمنتال ديزاين. البري اكسبيرمنتال ديزاين اوريدي احنا هون ما في عندنا لا راندومايزيشن ولا كنترول جروب، سو في عندنا تو تشايبس، وان جروب بري تيست بوست تيست ديزاين، وفي عندنا الوان شوت كيس ستدي. سو الوان جروب بري بوست تيست ديزاين اوريدي اجوا نفس الجروب عملوا له بري تيست، اعطوا انترفنشن، بعدين عمل شو المجرمنت بعد الانترفنشن. سو الثريتس هو موست للانترنال فاليديتي زي الهيستوري والمشوريشن تيستينج اند انسترومنت تشينج، والوان شوت كيس ستدي هو فقط ما عمل بري تيست، فقط عمل الانترفنشن ودايركت عمل فيه وراها مجرمنت. سو هنا ما في عندنا كومباريزن، ما في عندنا راندومايزيشن، ما في حتى انه يعتبر نفس الجروب انها كنترول. سو هذا احنا هاد الوان شوت كيس ستدي. طبعا هذا الديزاين جنرالي هو ون اوف ذا ويكست ديزاين موجودات بالاكسبيرمنتال ستدي جنرال. سو الوان شوت كيس ستدي اكسبوجر اوف ون جروب تو ان اكسبيرمنتال تريتمنت ابزرف افتر التريتمنت نو كومباريزن ميد، نو ون كان تيل ويذر ذي هاد ذا نولج بيفور ذا انترفنشن او يعني اليوسفل او في انه اوريدي في تشينج. Threats to the internal validity هي والهستوري والمشوريشن والسلكشن بايس. هاي في عنا example على أول design هو الوان group pre test post test design. A group of patients with diabetes could have a pre test of their diabetes knowledge اللي هي O1 observation، بعدين أعطوهم education class اللي هو intervention، بعدين أسو كمان مرة post test إنه إذا استفادوا لا. نفس الشيء شو عملوا؟ جابوا group of patients أعطوهم educational class بعدين أعطوهم test. So again هذا design doesn't call for any comparison to be made. So there is no way to determine if the living knowledge about diabetes was the result of the class أو already عندهم already have pre-knowledge.
The patient could have already possessed this knowledge before the class. So احنا هون ما بنعرف. فهذا يعتبر one of the weakest. وهاي اغلب ال... يعني انا موست شرحت لكم اغلب الديزاينز الموجوده بالكوانتيتاتيف ستاديز. هوبفلي انكم استفدتوا وميزتوا بينهم. هي شغله انك فقط تميز ديبندن على الكريتيريا الموجوده عندك.